اصل سلامة عصيده كان مغرم بعدويه قوي وما كانش عارف يوصل له وعمل له الاغنيه دي مخصوص وسال بقى اولاد الحلال فقالوا له على العنوان بتاعه عشان كده سماها تاه العنوان. المهم وصل العدويه ورقد له بقى تحت العماره عدويه جاي الصبح وسمعها له عدويه بقى انشكع بيها قوي قال له الله ايه يا سلامة عصيده ده الاغنيه دي شدتني وعمل كده عدويه بقى سبحان الله وغناها بقى لا عزل وساب البيت. لا ما هو انا يعني مش فاهم يعني هو عصيبه ده كده خلاص يعني كتب يعني غنوه العدويه. ما انا قلت لك نجم كان مغرم بيه مع ان عدويه بقى عزل وتعامل مع شعراء وملحنين تانيين لما عصيده بقى فضل مخلص معاه وما رضاش يدي الاغنيه دي لاي حد تاني. هي قصه كفاح حلوه